السلامة الناس الكل، نحن ثلاثة لحالة، محمد فخري وعيسى بوكيف وغاية السعيدي، قاعدين نعملوا في جولة حول كامل تراب الجمهورية على الصقيل، مسافة بريسك 2500 كيلومتر. حابين نحكيوا على المغامره هذه اللي تتمثل معنا في حلمه بالنسبه لنا نحن الكل، حكايه نحب نوصلوا بها برشا رسائل ضد الجهويات، نحب ننهضوا بالسياحه في تونس، نحب نعرفوا ناس جدد. حلمه كما قال فخري وسجلناها على ارض الواقع، غنيه فيها برشا حاجات مزيانة برشا، كما أهل الكرم وأهل الجود، أهل تونس، أهل الحضارات القديمة من الأمازيغ. توا داخلين الصحراء في توزر باش نخيموا غاديك باش نكامبيو غادي. الصحراء دي فيها برشا حنوشة، فيها برشا ثعالب، فيها برشا حكايات مزيانين. استنانا نتفرجوا على حتى تعرفوا عليه.